في هذا الوقت صار الشكل والمظهر أهم شيء، ولازم الشخص يكون مواكب كل شيء جديد ينزل بالسوق. طبعا الشباب يصفون على جنب لأن الراس ما لهم دشداشة، لكن الحكي موجه للبنات لأن ضايقات الضيم مع هالموضة. كل يوم شيء جديد ينزل من لبس ومكياج وتسريحات ومداس، وانتم بكرامة وما يمديهن يتابعن كل هالتطورات. لكن مع شخصيتي اليوم اللي بكلمكم عنها موجودة عشان تبلغ البنات بكل ما هو جديد في عالم الفاشن والموضة. وللعلم أنا أكلمكم عن نهى نبيل. هي إعلامية وشاعرة ومهتمة في عالم الموضة والأزياء. انطلق مشوارها في السوشيال ميديا وهي في أمريكا، ما غير تصور للناس حياتها اليومية، وإضافة بعد تصور ملابسها وشنو تنقي اللي بغت تطلع، وكثير ما تهتم بإطلالاتها، وهالشي لفت الانتباه عليها. وبلشوا البنات وبشكل يومي يسألونها عن أشياء تخص اللبس والتسريحات والمكياج، لأنها بالأنستا تنزل صورها بلوكات مختلفة وتتكلم عن تفاصيلها في سناب شات، وهالشي جذب الحريم لها. ومع كثرة الأسئلة بلشت نهى تعطي نصايح للبنات في كيفية تنسيق الملابس والمكياج المناسب، وتعطي رايها في بعض الماركات والأشياء الجديدة اللي تنزل بالسوق. وبعد تصور فيديوهات وفيها توري متابعاتها شلون يحط المكياج على وجيهن وشلون يهولن بعمارهن. شهرتها زادت وكبرت وصاروا الملايين يتابعونها. وبعدين أبد ما راح استغرب لأن الحريم اللي حب نحد يوصلونه القمر. وبعدين نهى استحقت على محبة الناس والسب عفويتها وبساطتها بالطرح. وللعلم أن في سنابها مو مقتصر على المواضيع اللي تخص الحريم، ترى بعد تناقش الكثير من المواضيع اللي تخص المجتمع الخليجي وتساهم في مساعدات وطرح حملات تبرعية، وهالشي جذب الكثير من الشباب انهم يتابعونها. وباختصار انها حرمة مسنعة كاملة مكملة. كلام موجه لكل مخنز ومخنزة اللي يفكرون ان الشهرة دايم تجي بالساهل، تراكم غلطانين يا الربع، لان الواحد في بداياته يركض ويجرب ويدابج وما يخلي شيء الا ويجربه، بس عشان يكتسب الخبرة والدراية والمعرفة ويوصل للنجاح اللي دوره. واعرفوا زين ان كل واحد في الوقت هذا ناجح كان في بداياته ياكل حتى التراب عشان يوصل للمكان اللي هو فيها. وسلامتكم.